السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة يوميات بدون غلوتين سونغليتا. غنشارك معكم هاد الحليوة. المهم واحد ماشي اش غنقول لكم، هاد الميكس كيتباع بحال هكا، هو اللي استعملت بنتي اللي دارت الفيديو. قلت لها غير صوري، ولكن ما هضراتش. الفيديو قديم ديال رمضان اللي فات. اذا غنشارك معكم غير كلشي مكتوب في الكرتونه. جات واحد الحلوه رائعه، داكشي علاش بغيت نشاركها معكم. قلت ولا بد هذا الفيديو ما يضيعش. وكمعلومه، الناس اللي هنايا هولندا بلجيكا، كاين حتى الناس في المغرب اللي كيجيهم هادو هديه، او كيلعد العائله ديالهم كيتقداو ليهم، او كيجيو هنايا عطله ما كيعرفوش، بحال دابا كياخذوا شي كرتونه او شي حاجه بغاو يصيبوها، وكيبقى تجيني الاسئله واش زوين، كيفاش نديروا ليه هذه. اذا داكشي علاش قلت ولا بدا غيستافدوا منه الناس، واخا ماشي كلشي مذكور في، ولكن راه واضح. كندير حتى الفيديو ديال التقطاع لانها جات هشيشه رطبه تبارك الله. هذا راه ماشي الكرتونه كامله، كرتونه كنظن فيها 450 غرام. هانتوما شحال استعملت ديال الدقيق، هو فيه كل شيء. غتزيدوا غير تاخذوا من الدقيق، كتزيدوا غير البيض والزبده. هانتوما جوج بيضات كما كنشوف، حيت ما عقلاتش على المقادير، ولكن حيت مكتوبه فيهم داكشي علاش. وانا بغيت نقرا لكم دابا، ولكن الكرتونه رميتها، ما عنديش دابا شي واحد عندي بحالو، كنصحاب عندي بحالو متواجد، ولكن لقيت ماركه اخرى. اذا صافي كتزيدوا غير البيض والزبده، كيتحرك مزيان. ولكن كما شفتوا بنتي زادت واحد الاضافات اللي جات رائعه، زادت هاد الفواكه الحمراء، وزادت الشوكولات ابيض اللي عطاها، زاد عطاها واحد النكهه، واحد المذاق اللي زوين. والله الا جات رائعه. هانتوما خلطاتهم صافي، درنا الكاغيط. كان رمضان وكما كتعرفوا قرب الفطور، وكل المهم كيفاش كتكون الكوزينه قبل الفطور وهذا. اذا حاولت نشاركها معكم. صافي تخلطي كل شيء، هادشي من بعد غير باليد، واخا غير باليد. بغيتو تزيدوا هاد الاضافات ممكن، ما بغيتوش تزيدوهم بلاش، غتزيدوا غير البيض وداكشي اللي خصو يتزاد، البيض والزبده. صافي ما قلت لها ديري غير شي وحده صغيره. رمضان تعرفوا الشهيوات، وما كنبغيش، انا من الناس اللي ما كنبغيش الماكله تضيع، لا للضياع شعارنا، كنبغيش الحاجه تضيع. وكما تعرفوا في رمضان كل واحد كيتشهى حاجه. اذا قلت ليها ديري غير كيكه صغيره، ودارت النصف ديالها او قل من النصف اللي دارت، كنظن دارت 200 غرام. صافي ودارتها هكا، خشيناها في الفران. كلشي مكتوب في الكرتونه، كلشي. بغيتو مازال معلومات عليها، بغيتو نعاودها معكم ان شاء الله، خليوها ليا في التعليق ونعاودها معكم من الصفر، وبالمعلومات وبالكلشي بالتفصيل ان شاء الله. حيت درجه الفرن راها مكتوبه في كنظن 180 درجه. صافي وها هي من بعد من اللي خرجات، شوفوا ما شاء الله ما تقولوش، راها 180 غرام فقط، 200 غرام فقط، النصف ديال الكميه. صافي زوقتها هكا بسكر غلاسي، وكانت واجده، وكنتمنى تجربوها. كما قلت لكم هذا هو اللي استعملنا. صافي اذا هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله الناس اللي زعموا على هاد البكيه يشريوها، والثمن راه رخيص، راه 2 أورو و20 البكيه كامله، وهانتوما حنا درنا غير النصف ديالها. اذا راه رخيص ما شاء الله، وجوده زوينه، هاد الجوده ديال البرتين انا مشاركه معكم كل شيء، داكشي ديالها فيها كل شيء شار، ولكن هاد الماركه ديال البرتين.
مركز زوينه ورخيصه، وراني غنخلي لكم في اخر الفيديو صور ديال داكشي ديال البرت هاين، الميكس ديال الخبز اللي تشاركتو معكم ديال التوست وحوايج اخرين وفيديوهات اخرى ديال وصفات اخرى. اذا بقاو حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا جميع، ماشي كلشي الوصفات، راه تبارك الله موجودين الوصفات، فلوقات، نصائح، معلومات في القناه. الا كنتو اول مره دخلتوا لهذا الفيديو ديروا دويره على القناه، مرحبا بكم. مازال ما متشاركين تشاركوا فيها وضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. القناه فيها من كل فن طرب، كنتمنى تعجبكم. صافي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي في التعليق الا شي حاجه ما واضحاش، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هانتوما غادي نجرب واحد شويه حيت دابا بغيت نتصدى بيه، ولكن بغيت نذوقو معكم باش تشوفو. بسم الله، شتو؟ بسم الله. زوين. هانتوما ها هو الشكل النهائي، ليلى رطبين، دابا خليتهم شي ساعتين حتى بردوا على خاطرهم. هانتوما كيتحلوا وتعمروهم باش ما بغيتو. هانتوما تبارك الله مخرج هو بديل الخبز ولكن مزيان، علاش لا، انا غادي نذوقو، مازال ما ذقتوش. شوف تبارك الله، غادي نذوقو ونرد عليكم. هادي فاش كان باقي كيطيب بغيت تشوفو واش طاب من التحت، وانا ندير فيها بحال هكا، داكشي جا فيها هاد الخط هكا، بغيت تشوفو واش طاب من التحت حيت زربانة. هانتوما ها هي الشكل النهائي، غادي نذوقو ان شاء الله وغادي نرد عليكم الخبار كيفاش داير.